في عدن تظاهر العشرات من العسكر للمطالبة الحكومة بصرف مستحقاتهم ووقف الاستقطاعات من رواتبهم، كما نظم العشرات أيضا من أهالي يافع وقفة احتجاجية للمطالبة بضبط قوات أمنية متهمة باغتيال مدير أمن رصد في أحد فنادق عدن. معنا مراسلنا أدهم فهد من عدن. أدهم، أطلعنا عن تفاصيل الأحداث اليوم في مدينة عدن. طبعا تظاهر صباح اليوم الثلاثاء المئات من العسكريين امام منطقه معاشيق الرئاسيه بمديريه كريتر للمطالبه بصرف المستحقات الماليه المنقطعه منذ 5 أشهر، وكذا المطالبه بوقف اي استقطاعات التي قد تطال المرتبات القادمه. ايضا طالبوا الحكومه الشرعيه بالالتزام بعمليه صرف باجراءات صرف المرتبات بشكل شهري. للعلم اخر مرتب صرفته الحكومه الشرعيه للعسكريين كان مرتب شهر فبراير. نعم، إذا مراسلون. أما بالنسبة للوقفة الاحتجاج التي نظمها بعض الشخصيات الاجتماعية من قبائل يافع في عدن، فقد تم فضل على فقد انتهت الوقفة الاحتجاجية، ولكن ما تزال هناك بعض المتابعات. قبائل حلف يافع أيضا أصدرت بيان أكدت من خلاله على أنها تتحفظ على القضية وستعمل على متابعتها والتصعيد أيضا خلال الفترة المقبلة. في السياق أيضا أصدر مدير أمن عدن شلال شايع قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية وعلى أن يشرف عليها بشكل مباشر. نعم، مراسلنا من عدن أدهم فهد، شكرا جزيلا.